اهلا بيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من حلقات طاقه امل. النهارده يومنا مميز، النهارده يومنا مختلف. هنتكلم النهارده عن السوشيال ميديا واثرها في المجتمع المصري. وقبل ما اتطرق لموضوع السوشيال ميديا واثرها على المجتمع، احب اقدم ضيفتي العزيزه وزميلتي امل فكري. اهلا بيكي يا امل. اهلا بيكي يا سماح، مساء الخير عليكي. مساء النور يا مساء السعاده عليكم اعزائي المشاهدين، تحياتي ليكم وحلقه جديده مميزه من برنامجكم طاقه امل. زي ما قال السماح، النهارده الحلقه مميزه ومهمه جدا، هنتكلم فيها عن سمه العصر. سمه العصر هي السوشيال ميديا، السوشيال ميديا وتاثيرها على المجتمع، السوشيال ميديا وتاثيرها على الشباب واطفالنا، وتاثيرها على الاعلام، تاثيرها على تقريبا يعني تقريبا الجرايد الورقيه اندثرت بسبب السوشيال ميديا. فالنهارده حلقه مميزه، وان شاء الله يا رب نفيدكم بيها مع ضيوفي الكرام. يسعدني شرفني يكون معايا ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور هشام طنطاوي، رئيس مؤسس ائتلاف من اجل مصر ورئيس اكاديميه النيل للعلوم الحديثه والتنميه البشريه والبحث العلمي. اهلا بيك يا فندم، نورتنا. سعيد شرفني كمان يكون معايا ضيفي الكريم الاستاذ الدكتور ابراهيم نصار، منسق عام لجنه السياحه والاثار وائتلاف من اجل مصر. اهلا بيك يا فندم، نورتنا واسعدتنا. اهلا بيك. اهلا بيكم، نورتونا في الاستوديو. اهلا بيك يا دكتور هشام. وسؤال النهارده، السوشيال ميديا طبعا هو مهم جدا في مجتمعنا، وخصوصا خلى المجتمع بقى قريه صغيره، خلى الدنيا كلها والعالم كله بقى عباره عن قريه صغيره في التواصل وفي كل حاجه، وفي التسويق وفي الدعايه وفي الاعلان وفي كل حاجه، واثر كمان على الاعلام. كنت عايزه اعرف طبعا في البدايه ان هو ازاي يتحول لاعلام بديل، وازاي كمان اثره في سلبياته وايجابياته، رغم ان هو ايجابياته كتيره الا ان هو فيه سلبيات. هو حضرتك السوشيال ميديا او الانترنت عموما، اقدر ان انا اخش على الانترنت في اي لحظه اعرف اي خبر انا عايزه، تمام، سواء في مصر بره مصر في اي دوله في العالم، تمام، بدون ان انا انتظر ان يجي لي حاجه على التلفزيون، خبر ينزل على التلفزيون او اقرا خبر في جريده. فهو بيديني الاخبار والمعلومات لحظه بلحظه، والاحداث كلها على مدار العالم كله لحظه بلحظه. تمام. اقدر ان انا اخش واجيبها في اي وقت، سواء ماشي في الشارع، في العربيه، في شغلي، مش منتظر ان انا لازم هفتح تلفزيون او اقرا جريده. بالنسبه للسوشيال ميديا، هي ليها نوعين من التاثيرات، تاثير ايجابي وسلبي، بس ده بيتوقف على طريقه الاستخدام بتاعه الشخص نفسه للانترنت. حسب طريقه فكره واسلوبه في الحياه، وهيستخدم الانترنت ازاي. هي هو ده اللي بيحدد اذا كان استخدام جيد او استخدام سيء، الايجابيات والسلبيات. تمام. احنا نقول من اهم الايجابيات للسوشيال ميديا زي ما حضرتك قلت كده، ان احنا ممكن السرعه او يعني ان احنا ممكن نعرف اي حاجه حول العالم، او ممكن كمان بن 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 يعني بنكسب وقت كبير، او بنستهلك في الاول بنستهلك وقت كبير جدا عشان نعرف اخبار، او حتى ان التسوق ممكن كمان على السوشيال ميديا. حضرتك اتسوق على النت، اشتري اي حاجه من اي دوله. هي الميزه دي من ضمن المميزات، دي سهله جدا. تمام. كمان اقدر ان انا ادرس واتعلم على الانترنت، دراسه كمان. طبيعي كدراسه. اقدر ان انا اكون صداقات على الانترنت. اقدر ان انا اكلم اي حد في اي مكان في العالم، تبادل افكار، تبادل ثقافات، حضارات. تمام. اعرف اي معلومه انا عاوزها في لحظتها وقت ما انا قاعد، ان انا بفتح النت بس واشتغل عليه. دكتور ابراهيم اهلا بيك. اهلا بحضرتك. احنا كنا عايزين نعرف النهارده اثره على المجتمع وعلى شبابنا خصوصا السوشيال ميديا. لا، هو يعني زي الدكتور ما قال، يعني في اثر سلبي وفي اثر ايجابي. تمام. تمام. بس انا من وجهه نظري السلب اكتر من الايجابي، اكيد، وخصوصا على الاطفال الصغيرين. انا يعني انا عن تجربه شخصيه بقاسي مع اولادي بسبب كده، مش قادر اتحكم في صداقاتهم اللي هم بيعملوها، والفكر اللي هم بيكتسبوه عن طريق الانترنت. ويعني دلوقتي حضرتك في تباعد اجتماعي غير موضوع الكورونا بسبب الانترنت. ايوه، بقى في ما بقاش في التجمع الاسري زي ما احنا متعودين، وغيره من الحاجات. يعني الدنيا اختلفت خالص، بقى كل ولد من الولاد ماسك الموبايل وخلاص كده. يعني حضرتك انعزل عن البيت نهائي. فقدنا، ايوه، فقدنا جو الالفه الاسريه بسبب الانترنت. تمام. دي من ضمن السلبيات اللي اثرت على المجتمع،
العربي كله مش المجتمع المصري. عايزين الاول عايزين ده العالم كله. عايزين نتطرق للايجابيات اولا عشان بعدين نبدا نسال. الايجابيات احنا قلنا حضرتك ان احنا ممكن بنوفر وقت كبير جدا جدا ان احنا نعمل حاجات كتير، ان احنا ممكن نتعلم، ممكن نتسوق، ممكن بنعرف صداقات، ممكن يعني نتعامل مع العالم بقى، العالم كله دلوقتي، العالم كله في اي لحظه انا عاوزها، صبح ظهر ليل في اي وقت. كمان اعتقد من ضمن الايجابيات اللي ان ممكن الحاجات اللي احنا ممكن يعني ضد السرقات او الحاجات دي، اللي احنا ممكن نحط كاميرات في كل مكان، كاميرات المراقبه اللي بتتحط في الشركات في المؤسسات في الشوارع في المحلات، اعتقد ان هي في الفلل في البيوت تمام، واقدر ان انا اباشر وانا بره عن طريق التليفون متوصل على الانترنت، ده حد من الجريمه شويه، حد من الجريمه صح اعتقد. دي من ضمن الايجابيات. دي من ضمن الايجابيات. النت ايه تاني ايجابيات تمام؟ ممكن يكون ايه تاني؟ ان انا اقدر ادرس، اقدر ان انا اعرف كل المعلومات لحظه بلحظه. الخدمات المصرفيه تمام؟ اعتقد برضو الخدمات المصرفيه ان في البنوك، الخدمات الحكوميه نفسها دلوقتي كلها عن طريق الانترنت. دي بتوفر وقت كبير جدا، بتوفر وقت جامد وجهد اكيد. هنخش بقى على السلبيات دكتور ابراهيم، عايزين نعرف حضرتك السلبيات اللي احنا بنقول عليه، حضرتك بتقول ان هي سلبياتها اكتر كتير من ايجاباتها، عايز نعرف حضرتك سلبيات يعني وجهه نظر حضرتك ايه سلبيات السوشيال ميديا اللي على مستوى الاسره في المجتمع المصري. حضرتك احنا لو هنتكلم على النقطه ديت يعني مبدئيا عن طريق النت بقى في وسائل نصب كتير جدا. تمام. نصب تمام صح. حضرتك الاشاعات بتكتر، الاشاعات دي مشكله على فكره. من ضمن السلبيات بالظبط اللي انا كنت لسه هتطرق ليها لان الموضوع ما بقاش سهل، موضوع ان انت تنشر حاجه شائعه الموضوع ما بقاش سهل لدرجه ان خلاص بقوا يتخذوا اجراءات ضد الحاجات دي، خلاص بقوا يقدروا يحصروها ويتخذوا اجراءات قانونيه ضد الاشاعات اللي بتتم عن طريق السوشيال ميديا. دي من ضمن السلبيات ودي حاجه مهمه جدا بتطرق ليها. تمام. ايه تاني دكتور؟ من ضمن السلبيات برضو حضرتك اتفضل اللعبه بالشباب الصغير وبالبنات الصغيره. صحيح. اكتر صحيح. حاجه يقدروا يلعبوا عليها سن الصغير من 14 ل 18 سنه، شباب او بنات، زي موضوع اللي هو حصل وتدارك في مصر واتقبض على مجموعه بنات في تيك توك، موضوع التيك توك. دي للاسف دي طبعا تمام. مشكله كلهم ظاهره يعني استغواهم من المكسب السريع. بس المكسب ده ازاي؟ هو ايجابي في المكسب ولكن سلبيات في الطريقه. سلبيات في الطريقه، ما ده مش ديننا وده مجتمعنا اللي احنا اتربينا عليه. تمام. فهي طريقه الاستخدام نفسها ازاي؟ انا هستخدم التكنولوجيا دي ازاي عشان اقدر افيد نفسي وافيد مجتمعي، مش هاثر بالسلب على المجتمع وادمر اسره وادمر بلد وادمر فكر كامل. تمام. زي ما حضرتك قلت ان السلبيات زي ما حضرتك قلت كده ان احنا يعني بيتجهوا للكسب السريع ويبتدوا يعملوا اي حاجه، اي شيء مبتذل عشان خاطر الكسب السريع ويجيبوا لايكات وحاجات. ايه تاني يا دكتور؟ ايه السلبيات الاخرى موضوع الادمان بيبقى مدمن على النت. تمام. مدمن ان هو ماسك تليفونه 24 ساعه قاعد بيلعب زي لعبه بابجي. بابجي طبعا. وطبعا بابجي دلوقتي بقت بالصوت، ان انت بتلعب مع واحد في اي مكان وحاطط السماعه وبقدر ان انا اكلمه ويكلمني وانا بلعب. صحيح. اسرار البيت كلها اتنقلت بره. لا بمناسبه بقى البيوت المصريه للاسف اعتقد ان من ضمن سلبيات السوشيال ميديا الخيانه الزوجيه، اعتقد من دي من اساس دي حضرتك دي برضو لعبه السوشيال ميديا، ان كل واحد في السوشيال ميديا بيخش على مواقع التواصل بيتكلم بشخصيه غير شخصيته، هو عالم بيظهر الحاجه الكويسه بس، هو عالم مش حقيقي، عالم مش عالم خفي مش حقيقي، حقيقي عالم خفي مش حقيقي، بيظهر المحاسن فقط لا غير، سواء واحد او واحده ممكن ما يكونش هو الشخص اصلا، مش هو ينتحل صفات تانية خالص مش بتاعته، واحد بيتكلم صحيح. على اساس ان هو بنت صحيح تمام بينتحل شخصيه حاجه مبهمه مش معروفه وبقى فعلا وبيتعامل بيها يا فندم. بقى في رقابه الأدهى من كده حضرتك، في برنامج شات موجود يكاد ان هو في مصر بنسبه 65% من الشعب المصري عارفه، ده دمر بيوت ودمر اسر وعائلات كتير. ده هو واقع خيالي، مش شات ان انا بكتب وبتكلم، لا ده انا بتكلم وفي نفس الوقت بختار لنفسي شكل معين على الانترنت، نظام 3D وحياه ثانيه ممكن الواحد يقعد فيها. مش لازم بيدمر اسر وبيدمر عائلات. ما انا بقول لحضرتك مش لازم البرنامج ده فقط، ولكن ما ده حاجه من العادي، ما ده حاجه من ضمن ما هو ده الشكل العادي برضو سبب في تدمير الاسره المصريه. الشات العادي كل واحد يعني واحد داخل دلوقتي بيتكلم على الشات تمام
اول حاجه بيعملها ايه؟ يخش على الفيسبوك لقى واحده منزله منشور، يروح داخل مكاتب لها على الخاص الجمله الشهيره طبيعي، حضرتك انا شايف ان انت حزينه، بوستاتك حزينه، ما انا بحكي اعتبريني اخوكي، دي بتبقى البدايه فعلا، دي البدايه بدايه، اعتبريني اخوكي، المدخل للتدمير الاسره المصريه، ده مدخل للخيانه الزوجيه ومدخل لتدمير اسره وتدمير جيل. صحيح صحيح. طب نرجع تاني لموضوع الشائعات، ازاي نقدر لشبابنا، رساله لشبابنا، ازاي نقدر نخلي شبابنا يفرقوا ما بين الشائعات وما بين المعلومات الحقيقيه او الاخبار الحقيقيه؟ ما دي حضرتك دي بقى موضوع حروب الجيل الخامس. ايوه بالظبط، اللي سياده الرئيس كان لسه بيتكلم عليها من اقل من 10 15 يوم، واحنا عملنا مؤتمر برضو. انا حضرت لحضرتك مؤتمر، انا نفسي حضرته بصراحه، اللي هو حروب الجيل الخامس. فعلا انا حضرته، عملنا مؤتمر كان بيتكلم فيه عن التنميه المستدامه وحروب الجيل الخامس وتوعيه صحيح. الشباب صحيح، وكان معانا فيه سياده اللواء طارق عمار. طبعا حضرت، شوف كان هو اللي بيدي المحاضره. دور حضرتك ايه في المؤتمر دوت علشان توعي الشباب ضد الاستخدام الخاطئ للانترنت؟ تمام. حضرتك احنا مثلا تمام. عندنا في الائتلاف فكر الشباب نفسه قابل فكره ان حد كبير يتكلم معاه، رافض 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 الفكره دي اساسا. تمام. احنا عندنا في الائتلاف مثلا لجنه عاملينها اسمها لجنه الشباب، معتمده على الشباب الصغير بس نوعيه معينه، بنقنعهم بالافكار الصح بالزبط. ونوعيهم صح وبيحضروا معانا، وهم من منطلق دوت بيبداوا، كل واحد اللي في مدرسه اللي في جامعه بيبدا يوعي اصحابه. الشباب من السن ده بيتقبل الفكره من اللي في سنه، ما يتقبلش من حد اكبر منه لانه بيعتبرها امر. دكتور هشام احنا قربنا نخلص الحلقه، وكنت عايزه من حضرتك توعيه للشباب ان هو ازاي يستخدم الانترنت بطريقه صحيحه، وازاي يبعد عن الشائعات، يعني ما يصدقش كل كلام بيتقال على الانترنت. شاف معلومه ظهرت له على الانترنت، المعلومه دي ما تاخدهاش من مصدر واحد. تمام. اسال الاكبر منك، دي صح ولا غلط؟ المعلومه دي الهدف منها ايه؟ اي حاجه نازله على الانترنت الهدف منها ايه؟ هل هي هدف انها توعيني وتنمي فكري، ولا ان هي تدمر فكري ضد بلدي؟ معلش يا فندم، اصل برضو ده سن، يعني سن اطفال وسن شباب مراهق، والممنوع مرغوب في السن دوت. انا قلت لحضرتك برضو في ضمن انه يسال الاكبر منه المعلومه دي ايه بالظبط، هل ده صح ولا غلط، ما يسلمش باي حاجه ياخدها على النت وبس. للاسف ولازم رقابه البيت. للاسف يا دكتور هشام الحلقه خلصت، وطبعا الموضوع شيق جدا طبيعي. وكنا نتمنى يعني نطول شويه، ولكن الحلقه خلصت، وبشكركم جدا على وجودكم. شكرا يا دكتور هشام، شكرا يا دكتور ابراهيم، وبشكرك، والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله في برنامج طاقه امل، والى اللقاء. تحياتي لكم اعزائي المشاهدين، دمتم في امان الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.